أنا كتير برتاح وبنطر النهار اللي بدي أجي فيه على الجلسة. قدوة إني أنا كمان صرت قدوة بمجتمعي وأنا عايشة ببيئة كتير محافظة. علمونا كيف نتعامل مع الأطفال، الثقة بين الأهل والطفل اللي لازم تكون موجودة، وأنا قدوة لكل بنت هي مجبرة على الزواج المبكر هي ترفض. وأنا قدوة لكل طفل بده يتعلم وهو حقه يتعلم. أنا بوقف الطفل لشي خلته عم تشتغل مش لازم تشتغل. نحن بدنا نوعي وننشر أنه لا، الصبي والبنت نفس الشيء، ما بيختلفوا غير بالجنس. وأنا قدوة لكل ست بتتعنف، بقولها تكون قوية وجريئة، وبإذن الله ما بنسكت عن كل ظلم وعنف.